والنهاردة وصفاتنا هتكون خاصة زي ما احنا متعودين، مش كلها يعني، بعض الوصفات بمحافظة معينة هي اللي هنشتغل معاها النهاردة. والنهاردة محافظة الغربية، وهناخد منها طنطا بالذات يعني. فبيعملوا ايه، او اكتر وصفات بيعملوها ايه، او اكتر وصفة اجتمع عليها ناس كتير من اللي قالوا احنا بنعمل الوصفة دي، هي كانت الرز المعمر. طيب احنا الرز المعمر طبعا احنا عارفين ان الرز المعمر ده طاجن او صينيه يجوز، ده او ده هينفع معانا، تمام. انا بعمل هنا، هعمل مثلا كوبايتين ثلاثه من الرز، تمام، ثلاثه رز. حبايبي ربنا يخليكم، صباح الفل عليكم. الله يخليكم، تسلموا لي، معلش. تمام. فهناخد بقى لو احنا بنعمل مثلا كميه الرز دي، بناخد قدها لبن ونصها ميه عشان تطلعوا الحاجه مظبوطه، يعني 3 رز 3 لبن وكوبايه ونص ميه، تمام. ومعايا بقى سمنه وملح وقشطه بقى، دي بقت ايه التكمله. فهناخد نسخن عشان الوقت معانا هياخد معانا وقت اقل ان انا اسخن كل الحاجات دي. هو انا ينفع ما اسخنهاش؟ اه ينفع ما اسخنهاش، تمام. هو مين فيكم جوه كان عايز ياخد العبايه بتاعتي؟ سامعه كده، سمعت كل حاجه. كل حاجه سمعتها. هاخد العبايه بتاعتي تاني، ومش عايز اقول بقى على الهوا، خليني كده ساكته، تمام. هناخد بقى هنا ايه، حظكم ان انا مصدعه. هناخد بس شويه ايه ملح بقى هنا كده، ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا. هنا حطينا ايه كميه الرز، عشان لو هتعملوا كميه اقل او كميه اكتر، كميه الرز هي قد كميه اللبن، ونص الكمية تبقى مية، خلاص. وبعدين ايه، وبعدين هناخد بس بقى هنا بقى الطاجن اللي هشتغل فيه، هخليه بس ده يغلي، والملح ما تكترش علشان طاجن الرز بياخد ملح اقل من حالة الرز العادية. هناخد هنا السمنة هحط في الطاجن بقى عشان الرز ما يلزقش مني. بسم الله بسم الله. مثلا هاخد على 3 كوبايات معلقة سمنة كبيرة، وندهنها، مش هحكي كل حاجه. هكمان الانسان بيتدلدق وماسكتش. احكي حاجات وحاجات لا، يعني بص هو ذكريات كتير بس مش هحكيها كلها. شكلي مصدعه صح؟ لا واضح جدا انا مصدعه والله، جامد، جيوب الانفيه مبهدلاني، الحمد لله. ماشي يا شباب، فبابا بقى كان ليه شغل هناك في طنطا، فلازم هو جاي يجيب معاه الحمص وحب العزيز، ده اساسي بقى. حب العزيز ده زي ما قلت لكم كده بتلاقوه على العربيات هناك، بس عامله منه دلوقتي بقى، لقيته اخر مره كنت هناك بحب العزيز ناشف كده، ناخده ونبله، قلت حلو ده، عشان طبعا لو هو لما يتبل لازم زي الترمس كده يخلص على طول، فكان لذيذ جدا يعني، تمام. بس كده يا ولاد، ده اشهر حاجه في طنطا طبعا، طنطا حكاويها كتير. بسم الله يا رب يا كريم.